السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المقدمة الأجرومية في النحو. We'll continue our class in the explanation of الأجرومية in Arabic grammar. ولازلنا في جوازم الفعل المضارع. We're still in the جوازم of present tense verbs. والجوازم كما قلنا هي الأشياء التي تحول الفعل المضارع من حالة الرفع إلى حالة الجزم. The جوازم are the things that change present tense verbs from the position of رفع to the position of جزم. وقد ذكرنا بارك الله فيكم جميعا أن هذه الجوازم على نوعين، فمنها ما يجزم فعلا واحدا. We mentioned that those things are of two types. Some cause one verb، يعني أنها تجزم فعلا واحدا في الجملة، أنها تجزم فعلا واحدا في جملة واحدة. So those things they change present tense verbs to have the position of جزم for one verb. وبعضها أو النوع الآخر هي التي تجزم فعلين. The second type are those that change two verbs to have the position of جزم. يعني قال كما مر معنا، قال الشارح يعني لا، وصلنا إلى الجازم لا أو إلى الحرف لا. فقال فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، فهي مثل ما. So we mentioned, يعني we reach where the author رحمه الله or the explainer, he talked about لا, and it is very similar to لم. إلا أنها تكون يعني تشبه لم وتشبه اللام. يعني هي نفي، يعني هي تأتي للنهي، يعني تنهى عن شيء. وتأتي بالطلب، يعني تأتي طلبا، فهي إما نهي أو دعاء. يعني ذكر الشارح أمثلة لها، ولكن ننبه على مسألة، وهي أن لا إما أن تأتي للنفي وإما أن تأتي للنهي. فالتي تأتي للنفي لا عمل لها، لا تجزم الفعل المضارع. مثال ذلك مثال ذلك إن الله لا يحب الكافرين. لا يحب، يحب فعل مضارع مرفوع، لأن لا لم تعمل، لا تجزم هنا، لا عمل لها، لا تغير شيئا، لأنها ليست ناهية، يعني هي نافية، تنفي الشيء ولا تنهى عن شيء، وإنما تنفي، عملها هنا النفي. So in this example we wanted to point out that لا comes in two meanings. One of them is to negate and one of them is to command leaving off of something, to command of leaving off something. An example of it coming to negate is إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Indeed, Allah does not love the disbelievers. Does not love. There is no command. It's negating. It's merely negating. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. It's negating. أما التي تنهى، التي تأتي للنهي، مثلا مثلا لا يعني مثلا لا تترك الصلاة، تترك هنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. لاحظتم لا هنا نافية، نفت الشيء، أما لا هنا ناهية، نهت عن شيء. So an example of لا الناهية is لا تترك الصلاة، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر. هذا مثال لنا الناهية، ولا تدعو،
نهت تنهى عن الدعاء and do not supplicate with Allah any other god, any other deity. So ولا تدعو لا ناهية. لا here forbids, it's for forbidding. وهي كما قلنا تختلف عن لا الناهية. It is different, عفوا النافية. It is different from la which negates, la النافية. La النافية لا عمل لها. يعني لا تزم الفعل المضارع ولا تعمل شيء في الفعل المضارع. ويبقى الفعل المضارع كما هو على حالة الرفع. إن الله لا يحب, فعل مضارع مرفوع. بينما ولا تدعو مع الله إلها آخر, تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. وما علامة جزمه؟ علامة جزمه هي حذف حرف العلة, حرف الواو, لأن أصله تدعو, أصله تدعو, ولكن لما دخلت عليه لا حذفنا الواو لأنه حرف علة. فعلامة الجزم فيه هو علامة الجزم هي حذف الواو لأنه حرف علة. So لا تدعو, فعل مضارع. It has the position of جزم by way of لا الناهية, the law of forbidding, of prohibition. And the sign of its جزم is the removal of the واو. Why? Because it's a, it's one of the حروف of علة. قلنا أن we mentioned that حروف العلة هي الألف والواو والياء. So if the present tense verb has one of those three letters, إذا كان الفعل, مضارع يعني إذا كان آخر, فعل مضارع واحدا من حروف العلة وهي الألف والواو والياء, تكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. The sign of جزم in it would be the removal of this حرف of علة, this letter of علة, one of those vowels. So in this case, تدعو, the verb تدعو أصله هكذا. It's originally like this with the واو, تدعو بالواو. ولكن لما دخل عليه, لا صار تدعو, حذفنا الواو وتبقى الضمة علامة على أصل الواو, على وجود الواو في الأصل. هذا ما يتعلق بلا. وقال للنهي وللدعاء, مثال الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا أصله تؤاخذ. So an example of لا, he mentioned the explainer, he mentioned that it comes, that لا comes for forbidding, للنهي أو للدعاء. An example of الدعاء, of supplication. So it comes to prohibit something or as a form of supplication. An example of supplication, of the supplication is this, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا, أصله, أصل الفعل تؤاخذنا, أصل الفعل تؤاخذنا. The verb by itself is تؤاخذ, يؤاخذ, تؤاخذ. وإن أضفنا عليهنا تؤاخذنا, هكذا أصل الفعل. ولكن لما دخلت لا, so the verb would be تؤاخذ, and with نا تؤاخذنا, but when we added لا صار تؤاخذنا. We remove the ضمة and we have a سكون instead of the ضمة, we have a سكون. يعني يكون بدلا من الضمة السكون, فيكون السكون علامة, تكون السكون علامة للجزم في هذا الفعل, فيكون هذا فعلا مضارعا مجزوما بلا وعلامة جزمه السكون. So this is a present tense verb تؤاخذ. نا ضمير ويأتي معنا بإذن الله موضعه من الجملة. و
ولكن على كل حال تؤاخذ فعل لا تؤاخذ، لا تؤاخذنا، نقول تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية أو لا الدعاء، وعلامة جزمه السكون. فهذا ما يتعلق بلا. قال المصنف أو ذكر الشارح عفوا في الشرح، قال يعني وذكر أمثلة: لا تخف، هذا في الأمر، لا تقولوا، تخف فعل المضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. So the explainer, he mentioned examples. One of them is لا تخف, do not have fear or do not be afraid. تخف فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. تخف is a present tense verb that has the position of جزم because of لا, for which came for forbidding, and the sign of جزم is سكون. لا تقولوا, تقولوا فعل مضارع, تقولوا is a present tense verb مجزوم بلا الناهية. It has the position of جزم because of لا, which came for forbidding. وعلامة جزمه حذف النون. The sign of جزم in it is the removal of the نون. لأنه من الأمثلة الخمسة. ومثله لا تغلو. وذكرنا ربنا لا تؤاخذنا. ثم قال بدأ في الأشياء التي تجزم فعلين. So the author رحمه الله, after that he started to talk about the things that cause two verbs to have the position of جزم. فهذه الأشياء تجزم فعلين التي سيذكرها. So those verbs, they cause two, or those things cause two verbs to have the position of جزم. قال ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط. أو يسمى أولهما نعم فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع وسنأتي إليها بإذن الله. So he mentioned that the first verb is the verb of condition, and the second verb is the result of the condition, is the outcome of the condition. مثلا نقول مثلا على سبيل المثال إن تدرس تنجح. إن تدرس تنجح. تدرس تدرس فعل مضارع. So an example of it is if you study you will succeed. تدرس فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بأن، وهو فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون. So تدرس if you study. تدرس فعل مضارع is a present tense verb that has the position of جزم because it is the verb of condition. And the sign of جزم in it is the سكون. تنجح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط. يعني إذا حصل هذا الشرط يحصل هذا الجواب أو الجزاء. لهذا قال جواب الشرط وجزاؤه يسمى يسمى ثانيهما جواب الشرط وجزاءه. يعني إما جوابه أو إما جوابه أو جزاؤه. فإذا حصل الشرط يحصل الجزاء أو تحصل النتيجة، فهو جواب الشرط. إن تدرس تنجح، تنجح هو جواب الشرط أو جزاء الشرط. So this is تنجح. The second verb is the outcome of the condition. So if the condition is met, the outcome happens. This is what is meant. And both of them would have the position of جزم. إن تدرس تنجح. تنجح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط. تنجح is a present tense verb that has the position of جزم because it is the outcome of the condition. وعلامة جزمه السكون. And the sign of جزم in it is سكون. وهو على أربعة أنواع كما قال الشارح. And it is of four types. نوع هو حرف باتفاق، يعني باتفاق النحاء، هي حروف كلها. والنوع الثاني اسم باتفاق. So some of them are verbs
And there's agreement. There's an agreement. There's a consensus between the scholars of Arabic grammar or the scholars of the Arabic language that they are letters, that they are حروف. والنوع الثاني اسم باتفاق. And the second type are nouns. And the scholars of Arabic are in consensus that they are nouns. والنوع الثالث حرف على الأصح. يعني قوله على الأصح يدل على أنه هناك اختلاف فيه. فمن النحاة من عده حرفا ومنهم من عده اسما ولكن يعني هو يرجح أنه حرف. والنوع الرابع على العكس اسم على الأصح. So the third type are letters. The strongest opinion is that they are letters, meaning that there's a disagreement between the scholars of Arabic grammar or the scholars of Arabic language, and the stronger opinion is that they are letters. And the fourth type, same thing, there's a disagreement, but the stronger opinion is that they are nouns. ثم بدأ يذكر رحمه الله ما يتعلق بالنوع الأول. وهو قال فهو إن وحده. So he said the first type, النوع الأول كما قلنا هو حرف باتفاق. So the first type are letters, it is a letter. فهو حرف واحد. It is a single letter. And وهذا باتفاق النحاة أنه حرف وأنه يلزم فعلين. So the scholars of Arabic grammar they are in consensus that there is one that upon they are in consensus upon this letter. It's one letter and it causes two verbs to have the position of jazm. فهو إن. It is in. If نحو إن تذاكر تنجح. وهذا مثل الذي يعني مثل المثال الذي ذكرناه آنفا. An example of it is إن تذاكر تنجح. If you study you will succeed. وقد ذكرنا مثالا شبيها على هذا. قال فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يلزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. ثم يعني ذكر ما يتعلق بتذاكر وتنجح وهو على نحو ما ذكرناه آنفا. So he mentioned in tudaka tanjah, in is a letter that causes that it's a conditional letter. In is a conditional letter. If it means if, and it causes two verbs to have the position of jazm. The first one is fa'l al-shart. Al-awwal huwa fa'l al-shart. The first verb is the condition, is the verb of condition, and the second wa-thani, al-fa'l al-thani huwa jawabu wa jaza'u al-shart. The second verb is the outcome or the result of this condition. ثم ذكر النوع الثاني وهو كما قلنا يعني أنها أسماء وهو متفق على أنه اسم. النوع الثاني هو الأشياء التي اتفق العلماء على أنها اسم. قال فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما ولعلنا بإذن الله نتكلم عليها في الدرس القادم إن كان في العمر بقية ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.